في جلسته الأخيرة استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبدى الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان. وقد دعا المجلس هيئة حقوق الإنسان بأن يعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة للرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المملكة. طبعا تفاصيل أخرى نتابعها في هذا التقرير ثم نعود للنقاش. خلال جلسته العادية 50 دعا مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بأن تعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما طالب الإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. حيث كشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان مؤخرا عن تلقيها لأكثر من 12 ألف شكوى مقدمة من مواطنين، لم ينجز منها سوى 5162 شكوى، وما يوازي 43% تقريبا من حجم الشكاوى. وبحسب صحيفة المدينة، فقد دعا مجلس الشورى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برصد الواقع المعيشي للمواطنين، مضيفة أن هناك توصيات متعلقة بالتقرير المرفوع لمجلس الشورى سيتم مناقشتها والتصويت عليها، لعل أبرزها توصية تدعو لدراسة إعادة هيكلة هيئة حقوق الإنسان ليكون لها فرع رئيس في كل منطقة، وتقديم التقارير عن تلك المناطق في التقرير السنوي بما يعكس الواقع المعيشي فيها. كما أكد المجلس في جلسته على ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة والتنسيق لدمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. ظريف والله المجلس عندنا صراحة. أنا علاقتي بالمجلس الشورى علاقة يعني قديمة وعلاقة عشرة يعني، فاليوم بنحاور. بس عموما ينضم معي في الاستوديو الكاتب الصحافي الأستاذ علي الجحلي، أهلا وسهلا بك. شكرا لحضورك معنا. وأيضا يسرني أن يكون معي عبر الهاتف زميلنا العزيز الأستاذ محمد المعدي، وهو مدير مركز الإعلام والنشر بهيئة حقوق الإنسان. مفروض كان يكون معنا في الاستوديو، لكن نظرا للظروف اللي نقدرها هو راح يكون معنا هاتفيا. أستاذ علي أهلا وسهلا بك مرة ثانية، شكرا لحضورك. في البداية يعني قبل الخوض في قرار المجلس ولا رأيه، كيف تنظر لثقافة حقوق الإنسان لدينا في المملكة العربية السعودية وأداء الهيئة تحديدا غير الجمعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة ومسي على جمهور المشاهدين الكرام. و بالتأكيد أن ثقافة حقوق الإنسان عندنا مجتمعيا ما تزال دون المستوى المتعارف عليه عالميا لأسباب كثيرة. يعني المجتمع أصلا مر بتحولات سريعة لم تمكنه من استيعاب الاختلافات الثقافية، فمجتمع انتقل من البيئة الصحراوية اللي يحكمها شيخ القبيلة والأشخاص أصحاب الحظوة الخاصة زي العمد، وهذا لا تتوقع منا بسرعة أن يستوعب قضية أنه مثلا المرأة لها حقوق ولابد أنها تكون معطاة هذه الحقوق، برغم أنها في الدين مضمونة، لكن المجتمع بني على التراث ولم يبنى على الثقافة. ولهذا كمجتمع بشكل عام أعتقد أننا نسير في الاتجاه لكن ببطء يعني. وللأسف يعني أنا لاحظ في الفترات الأخيرة أن هناك عودة للخلف، يعني من التفاخر بالقبيلة ومن المزاينات الإبل ومحاولات العودة للأشياء التي تفرق بين الناس ولا تتعامل معهم كناس كإنسان، إنما تتعامل معها كجزء من منظومة معينة. ولهذا تجد أن عندنا مناطقية مؤثرة، المذهبية الفوقية اللي موجودة في بعض القبائل والعشائر، وهذا أمر نحتاج إلى أنه زي هيئة حقوق الإنسان تساهم في التوعية بسوءه وتأثيره على المجتمع. وكذلك القدوات اللي في المجتمع لابد أنهم يحاولون أنهم يبتعدون عن التصنيفات ومحاولة التفرقة بين الناس، لأن في النهاية لما يكون ما عندنا ثقافة حقوق الإنسان في الواقع سيتحول الناس إلى أشخاص يتبعون لمنظومات صغيرة
ويخسر في النهاية الوطن بكامله. نعم. طيب خليني معي على الهاتف الأستاذ العزيز محمد المعدي، مساك الله بالخير. يا هلا بالنور، الله يحييك أستاذ علي ومسي عليك وعلى الضيف العزيز الله يحييك. كيف تردون على مجلس الشورى وعلى ملاحظاته؟ أولا نحن نتقدم الشكر لمجلس الشورى وأعضاءه على اهتمامهم بتقرير هيئة حقوق الإنسان واهتمامهم بثقافة حقوق الإنسان في المملكة. ولا شك أن مجلس الشورى أحد الجهات التي معول عليها كثيرا في رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان. الحقيقة جل ما تقدم في مجلس الشورى صدر توجيه من معالي رئيس الهيئة بالبدء في تنفيذ ما لم نكن بدأنا فيه سابقا من التوصيات، مع العلم أن عدد من التوصيات شرعت فيها الهيئة منذ وقت لتنفيذها. نحن نشعر أن لدينا بعض جوانب القصور، ولكن أيضا هناك أيضا مبررات لا نعتبرها مبررات، ولكن نعتبر أن هناك بعض العوائق المالية والإدارية التي قد تحد نوعا ما من أداء الهيئة بكامل طاقتها وبكامل جهدها. طيب لا بس يعني معليش محمد خلك شوي لا تكون دبلوماسي، أعطنا الحقيقة يعني وش اللي صحاكم فيه المجلس وانتو ما كنتوا غافلين عنه، يعني يعطينا النقاط اللي انتو كنتوا غافلين عنها لا رئيس الهيئة ولا انتو كفريق عمل، هو يعني والمجلس أعطاكم إياها وصحاكم من سبات عميل زي إيش؟ أعطيني واحد اثنين ثلاثة. يعني أنا أكون معك في منتهى الصراحة أنه حنا من خلال العمل اللي نعمله يوميا من خلال الملاحظات ليس فقط مجلس الشورى المهتمين بحقوق الإنسان سواء من كتاب أو حتى مواطنين عاديين ومواطنات نستفيد من هذه الملاحظات. يعني دعني أكون معك شفاف لأبعد، والله العظيم من جميع هذه التوصيات مأخوذة بعين الاعتبار من قبل صدورها من مجلس وبعضها يعني لو رجعت بعض التوصيات اللي أصدرها مقام رئيس الشورى كتعديل نظام الهيئة تعمل عليه، مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان أيضا الهيئة تعمل عليه، التأكد من تنفيذ الحكومية الأنظمة واللوائح التي تم تضمن التزامها بحقوق الإنسان أيضا، هناك خطة عمل مع الجهات وهناك تجاوب حقيقي من جميع الجهات، ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة أعتقد ربما يكون متاح هذا إن شاء الله في القريب العاجل، التنسيق مع وزارة التعليم على وضع السياسات للتربية على حقوق الإنسان، هناك بدأنا الآن تقريبا من شهر 8 نعد البرنامج التدريبي للمعلمين للمرشدين الطلابين المدراء المدارس بحيث أنه ينفذ إن شاء الله بعد عيد الأضحى، بعد إجازة عيد الأضحى إنشاء مثلا دور النقطة الوحيدة، يعني أتراجع قليلا، النقطة الوحيدة التي ربما يعني ما كان هناك تفكير فيها عميق اللي هي إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة. الحقيقة هذه إحدى التوصيات الجديدة اللي يعني مجلس الشورى تكرم بوضعها، وإن شاء الله يعني سوف يكون هناك عمل على دراسة كيفية تنفيذها مع الجهات. نعم أنا أشكرك أستاذ محمد المعدي على هذه المداخلة وإن شاء الله نشوفك مستقبلا في الاستوديو. تعليق أستاذ علي، وخليني أسألك، يعني مجلس الشورى تحديدا طالب هيئة يعني حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التعليم لدمج قيم حقوق الإنسان يعني ما نصه في المنظومة التعليمية لجميع المراحل الدراسية، يعني هل ممكن هذا يحدث؟ وهل تتوقع واقعنا التعليمي حريص على أنه الجيل الجديد يكون عنده وعي حقوقي؟ فيه دلائل على ذلك، في إشارات واضحة فيه؟ خلني قبل ما أجاوب على سؤالك أطلب الأخ محمد أنه التوصية المجلس هذه ما ينفذونها، لأنه وضع دور خاصة للأشخاص الذين عليهم حقوق للمواطنين، يعني هو يتكلم عن أو غاية التوصية في النهاية الأشخاص اللي أكلوا حقوق الضعفاء نبغى نحط لهم أماكن خاصة بحيث أنه يعيش في بحبوحة بعيدا عن سجناء الحق العام.
الآن مشكلتنا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين نهبوا وسلبوا مئات الملايين على المواطنين. توصية مثل هذه ستدفعهم المزيد من الأشخاص للدخول في المجال. إذا قبض عليه سيعيش عيشة مكرمة ومعززة وبيعيش في مكان خاص، هذا كلام غير صحيح. إحنا هذا عليه جناية، ليس هناك فرق بينه وبين غيره، وليس مثلا صغير في السن خاف عليه مثلا سلوكه يتأثر أو شيء من هذا القبيل، وإنما هو مجرم ارتكب جناية، فلا بد أن تكون عقوبته مقابلة للجناية التي ارتكبها، ولا تشجع الآخرين أنهم يدخلون في مثل هذا الأمر. أنا أرجوهم أنهم ما يدخلون في قضية مثل هذه، وأعتقد أن المجلس بس يمكن يكون فاهمين الموضوع غلط، حنا يمكن هم قسم فئة ثانية. صار نقاش طويل ومشادة كلامية في لما عرضت التوصية هذه. التوصية خطيرة، أنا أرى أنها تضع مثل ما في بعض الدول المافياز هذه اللي هم مسيطرين على الأسواق ويضعون الإتاوات على الأشخاص المساكين اللي يفتحون المطاعم والمحلات التجارية ويقبض عليهم يدخلون السجن ويعملون معاملة خاصة. ليش؟ لأن عنده أموال يستطيع أنه يغدق على المسؤولين ويغدق على الأشخاص اللي يعملون في السجن. فأنا أعتقد أن هذا هو، إذا ما هو هذا أنا أعتذر، لكني أنا أعتقد من المشادة اللي سمعتها ومن التقارير اللي شفتها في الإنترنت أن الحديث عن هذه القضية، هذه قضية فيها تفرقة سيئة، هذه ضد حقوق الإنسان أصلاً. لما يكون إنسان عليه جناية لابد أن تعامله حسب الجناية التي ارتكبها. اللي سرق وهو فقير أفضل حالا من اللي سرق وهو غني، لأنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفقراء عفوا عنهم، لأنه لو كان سرق من الجوع ما كانت من الباب الترف. إنما شخص زي هذا يستغل الناس وضحك عليه. خل عشان ما نتشتت علي، خلنا بس سؤالي في التعليم عندنا طول عمرك قضية التعليم قضية شائكة، ومن المؤسف أنه هناك اعتقاد سائد بأن تضع أنت التوصية وستطبق في المدارس. هذا كلام نظري لكنه غير قابل للتطبيق. أولا تأهيل العاملين في المجال التربوي تأهيل ناقص عندنا في المملكة بشكل عام، واليوم أغلب المعلمين والمعلمات الذين يعملون في قطاع التربية هم أشخاص لم يحصلوا من التأهيل التربوي سوى على 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة، لنقول سنة من التأهيل التربوي. فكيف تحاول أنك تعيد برمجتهم لإدخال ثقافة حقوق الإنسان؟ إضافة إلى أن هناك أشخاص أو منظومات تحاول أنها تعيدك إلى الخلف وترفض أنك تدخل مفاهيم جديدة، مفاهيم حقوقية جديدة، وهؤلاء يعني هم العائق الأكبر في 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 النظام التعليمي. وإحنا نعرف إنه في بعض المدارس اكتشف أشخاص كانوا يروجون لأفكار ومفاهيم ضد المنظومة التعليمية وضد توجهات حتى الدولة. فلا بد إن إحنا أول نهيئ المنظومة التعليمية لتصبح قادرة على أنها تدخل ثقافات جديدة وأفكار جديدة من خلال تطوير العاملين في المجال. العاملين في المجال ما هم في مستوى أنهم، يعني لما تيجي تتكلم مثلا عن تأهيل العاملين في مجال التربية في ألمانيا، إنسان يدرس 8 سنوات ويجلس 3 سنوات مستمع في المدارس، يختلف عن شخص يجي 4 سنوات ويتخرج ويمسك أطفال في سن الزهور ويلقى يقرأ كتاب أو كتابين من الكتب الشاذة ولا هذا ويبدأ ينظر بها على الطلبة المساكين. فحنا أعتقد أن نظام التعليم عندنا، وهذا مشكلة المجلس كل توصياته إنشائية، لا بد من وضع المؤشرات والمقاييس والمعايير وضبط الإجراءات. لا بس عندهم مثلا ضمان تمثيل المرأة في عظيم إدارة الهيئة، ما في شيء، هذا لا يمنع أبدا، أنه بالعكس هذا ما دامك تتكلم عن حقوق الإنسان، الإنسان إنسان رجل أو مرأة. هذا من ضمن مطالب المجلس ترى تجاه الهيئة. الهيئة ما فيها، يعني غريب ما فيها تمثيل. اي الجمعية فيها، الهيئة ما أعتقد أنه. إذن هذه مطالبة جيدة، أنا أعتقد أنها كويسة، وهذا من ضمن تعرف أنا توقعت موجود، لكن أستاذ محمد قال أنه رحب بغالبية الأشياء اللي ذكرت. لكن لازم ما تكون إنشائية، إذا عندك أفكار أعطني أفكار صحيحة. طيب، أبني عليها. تعليقك على ما ورد في صحيفة المدينة عن توصية سيتم مناقشتها في المجلس، وهي تدعو لدراسة إعادة هيكلة هيئة حقوق الإنسان ليكون لها فرع رئيس في كل يعني منطقة، بتقرير سنوي مستقل، بدراسة المشاكل بشكل مستقل.
لانه احيانا في اختلافات يعني عدم كيان حكومي وراتب من الدوله. من الصعب انك هذه في كل العالم جهات حقوق الانسان هي جهات مستقله بعيده عن البيروقراطيه وبعيده عن السياسات العامه، جهات يعمل فيها اشخاص اما انهم يعملون بجهودهم الشخصيه التطوعيه او انهم يحصلون على مبالغ من طرق مختلفه لكنهم ليسوا موظفين حكومه. هذا لا، هذه منظمات المجتمع المدني التي تستطيع ان تحافظ على حياديتها. لما تشوف الشرطه اخطات تقول الشرطه اخطات، لما تشوف المحكمه اخطات تقول المحكمه اخطات، تتعامل معها بالطريقه الصحيحه وتستطيع ان تكافح. لكن ما دامك انت عضو في المنظومه التنفيذيه وجزء من الدولة لا تستطيع أنك تقول والله أنا صحيح ستفتح محل مكاتب وهذا، لكنك في النهاية ستضطر إلى أنك تجامل وتراعي بعض الأمور التي يعني لابد أن تجامل فيها. يعني الخدمة المدنية هي اللي تعطيك الوظائف، المالية هي اللي تعطيك الميزانية، يعني فيه جهات. عشان كده أستاذ علي يعني ما تلاحظ أنه مثلا يعني للدكتور العيبان اللي هو المسؤول عن الهيئة ولا ايضا القحطاني ابو سلمان اللي هو مسؤول عن الجمعيه حقوق الانسان، هل تتوقع انه ذولا يعني ما عندهم ذا الافكار؟ اكيد عندهم يعني خبرتهم، عندهم ثقافتهم الحقوقيه، بس ما تعتقد انهم يعانون من بيروقراطيه القطاع الحكومي وايضا مراعاه احيانا لتيارات منظومه عامه، توازن بين الداخلي والخارجي في الرؤيه؟ اي هذه طال عمرك هذه مشكله نواجهها احنا بالنسبة للناس اللي يعملون في القطاع العام وبالنسبة للمفهوم الدولة ككل. يعني ما عندنا الشفافية والحياد اللي ممكن الواحد يأخذ راحته فيها ويتكلم بما يفكر فيه. يعني أمس رئيس وزراء السويد واقف ومصور مقطع علشان يرد على طفل عمره 9 سنوات. من فكر عندنا أنه يعمل حاجة زي كذا؟ ليش؟ لأن هناك حياد، هناك شفافية، هناك مسؤولية، التزام. الشخص المسؤول عندنا في أي قطاع مضطر أنه يحافظ على علاقته الجيدة مع القطاعات الأخرى، القطاعات هذه له مصالح معها فيحاول أنه يسدد ويقارب. هم أكيد أنهم عندهم تفكير ويعرفون وراحوا وشافوا وزاروا دول العالم وشافوا المنظومات والأنظمة اللي يتعاملون بها دول العالم كلهم، بس لا يستطيعون أنهم يطبقونها بحكم أنه قراراتهم محكومة بعلاقتهم مع القطاعات الأخرى. لكن الهيئة منجزة، يعني أعتقد 43% من القضايا يتعاملوا معها، هذا شيء طيب، هذا أحسن مجلس الشورى. نعم، وش رأيك بين يعني الفرق بين الأداء الجمعية والهيئة؟ والله هي أن يعني لست ضليعا في الجهتين، لكني أعتقد أن التقدم جيد مقارنة بالظروف اللي يعملون تحت تأثيرها. أنا أعتقد الجمعية أكثر ظهورا وأكثر تعاملا مع القضايا ومحاولة لحل المشاكل، لكنهم ما يزالون في ضمن إطار محدود أو شبك يحكمهم، لا يستطيعون أنهم يبوحون بكل ما لديهم أو يرفعون كل الشكاوي أو الدعاوي التي تمكنهم من تحقيق مفهوم حقوق الإنسان وتطويره في دولة بإمكانها أنها تحقق هذا المفهوم، بإمكانها أنها تعطي الفرص. لأنها حتى خادم الحرمين الشريفين يقول أعطوني، تكلموا، أطلبوا، وأي شيء يجي في تويتر ولا زي ما أنتم ملاحظين يعني تجي مقاطع ولا أشياء يتصرفون فيها، بس ليش أنا أضطر المسؤول الأعلى أنه يتصرف في كل شيء؟ ليش ما في مسؤولين تحت يتصرفون يحلون مشاكل المواطنين ويتعاملون مع المشاكل اللي يواجهونها الناس؟ ليش كل شيء لازم يرفع للقيادة العليا؟ هذا برضه من الأشياء اللي ممكن الهيئة تعاني منها، أن كل شيء لابد أنه يرفع ويناقش ويمر ياخذ دورة طويلة عريضة وفي النهاية قد لا يحقق المطلوب. نعم. أنا أشكرك الأستاذ علي الجحلي الكاتب في صحيفة الاقتصادية على حضورك معنا. أشكرك على هذا الآراء، وأشكر الأستاذ محمد المعدي اللي هو رئيس مركز الإعلام في هيئة حقوق الإنسان على مشاركته أيضا معنا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.